وقال ايه هغني كمان. ناسي اللي بتتعب قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى كده أعلمك إزاي تقدر تعمل فيديوهات زي الفيديوهات اللي فاتت بالذكاء الاصطناعي عن طريق برنامج أو موقع VEO3 من شركة جوجل. طبعا الذكاء الاصطناعي بقى حاجة مرعبة جدا، إنك تقدر تنشئ فيلم حرفيا من إنتاج وإخراج وإنشائك أنت. علشان تقدر تعمل فيديوهات زي اللي فاتت دي تابع كده معايا، وإن شاء الله هنشرح الطريقتين عن طريق الكمبيوتر وعن طريق التليفون، لأن أنا عارف أكتر المستخدمين علشان يعملوا فيديوهات زي دي معهم تليفونات. لكن تعالوا بينا كده نبدأ الشرح في الأول، ما تنساش دعم بلايك وسبسكرايب، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. احنا في الاول هنشرح الطريقه كده ازاي تقدر تفتح الموقع على التليفون، وبعد كده نتجه للكمبيوتر بتاعنا. فانت دلوقتي عشان تنزل او تفتح الموقع ده بتنزل برنامج اسمه اللي هو السيفون، مش عارف نطقه صح، برو، مش عارف نطقه صح ولا لا. هتنزل البرنامج ده وتفتح البرنامج لحد ما يجي يظهر لك علامه المفتاح اللي فوق دي، وبعد كده بتضغط عندك على جوجل كروم، وبعد كده بتروح عندك على الرابط اللي هسيبه لك في الوصف او التعليقات، الرابط اللي هو وان جوجل زي ما انت شايف كده، وبتعمل ذهاب. وبعد كده اقول لك هنا عرض للطلاب، هتنتظر شويه لحد ما يظهر لك كلمه باللون الازرق كده علشان تبدا تدخل على المنصه دي او تفتح المنصه دي. ظهر لك العلامه اللي هي باللون الازرق، اضغط عندك على الحصول على عرض الطلاب. طبعا هنا بيدي لك فتره مجانيه، او ممكن يكون اللي هو البرومت اللي تقدر تستخدمه ده ممكن يكون مجاني لمده مثلا ساعه، او ممكن تنشئ بيه 3 فيديوهات او 4 فيديوهات بالكتير قوي. طبعا زي ما انت شايف كده بتضغط عندك على علامه البلس اللي انت شايفها دي، هتلاقي فيه كل المميزات اللي تقدر تستخدمها على البرنامج ده. لو رحت عندك على العلامه دي تقدر تتكلم مع الجيميناي عادي جدا، لكن كل عليك بس بقول لك هنا VEO3 او 2 يحول افكارك الى فيديوهات مذهله، قول له هنا اريد تجربته، تمام. وبعد كده بيحولك عندك، يقول لك هنا يرجى وصف الفيديو، اللي هو هتحط البرومت الخاص بالفيديو بتاعك. بيقول لك ان هو هيحول من نص الى فيديو لمده 8 ثواني، لكن الفيديو ده هيكون افقي، يعني بشكل افقي وبدقه 720 بت. طبعا لا توفر مميزات اخرى، طبعا الجوده دي بقى ممكن نقول HD، يعني حاجه كده كويسه. طيب دلوقتي نفس البرومت اللي تقدر تضيفه عندنا على الكمبيوتر اللي هنشوفه دلوقتي تقدر تضيفه عندك على التليفون، وبتستخرج نفس الفيديوهات اللي انت عاوزها او اللي انت شفتها في الاول. كده ممكن نركن بس التليفون شويه علشان نروح عندنا على شاشه اكبر. فانت كل عليك بس بتفتح عندك جوجل كروم لما تيجي تفتح الكمبيوتر، وبعد كده بتروح عندك على الاكستنشن اللي هسيبها لك في الوصف اللي موجود في التعليقات، وبعد كده بتحول للولايات المتحده، وبعد كده بتروح عندك تفتح جوجل ون عادي جدا علشان تقدر تخش عندك على المنصه اللي هي الخاصه بالذكاء الاصطناعي. زي ما انت شايف كده بتضغط عندك على انتر، وبعد كده بتخش عندك على المنصه عادي جدا. تنزل تحت كده شويه بيقول لك هنا الحصول على عرض الطلاب، طبعا لفتره مجانيه ممكن نقول في 2026 او بيوصل 2026، المهم خلينا في عرض الطلاب اللي هو عامله لنا. وبعد كده بتفتح عندك المنصة بالشكل اللي قدامك ده كده، ممكن تاخد منك حبة وقت علشان تقدر تستخدمها، لكن المنصة زي ما انت شايف كده بيظهر لك هنا يرجى وصف الفيديو، بتضغط عندك على علامة الفيديو اللي تحت دي، تمام؟ وبعد كده بتحط البرومت اللي انت عاوزه، وهنشوف كل ده مع بعض. تعالوا كده نروح مع بعض على الشرح العملي علشان تقدر تستخرج فيديوهات زي اللي احنا شفناها في اول الفيديو. فانت كل اللي عليك بس كده خلينا شرح سريع. بعد ما تيجي تخش عندك على البرنامج، طبعا انت بتخش على النسخه اللي هي البرو علشان انت داخل في عرض الطلاب. هنا بقى بتروح عندك على الجيميناي، بيقول لك هنا اسال جيميناي، بتضغط بس عندك على علامه الفيديو او انشاء فيديو. هنا بيقول لك VEO3 يحول افكارك الى فيديوهات رائعه مدتها 8 ثواني. كل ما عليك ان هو تضيف المشهد او تحدد تفاصيل مثل النمط والصوره والحصول على فيديو سريع من اخر، تمام؟ مثلا انا عامل برومت ممكن تعمله انت باللغه العربيه لو انت حابب تعمل برومت باللغه العربيه، فانا مثلا حابب ان انا اعمله باللغه الانجليزيه علشان بحب ان انا استمتع بالجوده الخاصه باللهجه الانجليزيه او اللغه الانجليزيه، تمام؟ فانا مثلا هعمل برومت زي ده كده، باخد البرومت ده وبعد كده بقول له هنا ارسال، وبستنى شويه لحد ما يتم انشاء الفيديو بتاعي انا. طبعا الفيديو ده بيقول لك جاري انشاء الفيديو بيحتاج دقيقه او دقيقتين، طبعا انت بتسيبه خالص لحد ما يتم انشاء الفيديو، ما بياخدش معاك دقيقه او دقيقتين بالكتير قوي.
طيب دلوقتي علشان تقدر تنشئ فيديوهات زي دي، تقدر تستغلها انك تنشئ محتوى مميز. ممكن تعمل فيديو كامل او فيلم كامل من اخراجك انت. لو انت شخص مبدع عايز تعمل مثلا فيلم كويس قوي، ممكن تعملها عن طريق اللي هو الفي اي او من شركة جوجل. وكل ده مثلا انت مش هقولك جمع 8 ثواني ب 8 ثواني، ممكن تطول كمان في الفيديوهات، ممكن تجيب تدخل صور. مهم تقدر تنشئ محتوى او تنشئ فيلم عن طريق المنصة اللي قدامك دي. طبعا زي ما انت شايف كده هنا بيقول لي جرى انشاء الفيديو، فبينشئ الفيديو صوت وصورة زي ما انت شايف كده. يعني مثلا تقدر تفتح الصوت عادي جدا، طبعا انا هحاول ان انا اخلي لك الصوت او اعملها لك انا في المونتاج علشان تقدر تستمع للصوت كويس. طبعا زي ما انت شايف كده دي جودة الفيديو، تقدر تعمل لها داونلود او تنزيل للفيديو. هحاول اقرب لك المسافة كده شوية. تقدر تعمل له تنزيل او تعمل له داونلود، وبعد كده بينزل عندك على الجهاز بتاعك وتقول له هنا سيف. كذلك برضو لما تيجي تروح تعمل مثلا فيديو تاني ببرومت تاني عادي جدا، هو بيسمح لك بثلاث فيديوهات ما يكترش باين عن كده. ممكن تقدر تستخدم اكونت تاني وتقول له هنا ارسال اكونت تاني، تقدر تفعل عليه نفس الفكرة او تعمل عليه نفس الفكرة او تحط عليه نفس البرومت او البرومت اللي انت عاوزه. ممكن تكتبه باللغة العربية او باللغة الانجليزية لحد ما يتم انشاء الفيديو زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا هنا بيقول لك كانفاس، وعندك هنا ديب سيرش اللي هو الريسيرش، بيبقى بحث عميق في المتصفحات. لكن خاصيه الفيديو دي هي اصلا متضافه من زمان في الولايات المتحده الامريكيه، لكن هي ممكن نقول جات لنا شويه متاخر. لكن يعني عظمه الذكاء الاصطناعي ان هو يوصل لحاجه زي كده بصراحه حاجه مرعبه جدا جدا جدا. يعني ممكن مثلا يعني انصح اي حد ان هو او بالذات البنات ان هم يحافظوا على الصور بتاعتهم، ما ينزلوهاش على السوشيال ميديا. مش عايزين اي حد ياخد الصور بتاعتهم ويبتزهم بيها او ينشئ فيديوهات عليها. فانت خلي بالك من حاجه زي كده. خلينا نرجع كده الفيديو بتاعنا ونشوف مع بعض شكل الفيديو زي ما انت شايف كده. طبعا ده مشهد سينمائي، يعني حاجه كده في 8 ثواني فيها عظمه من لشركه تويوتا. تمام، حتى كمان تقدر تعمل برومت. نشوف اخر برومت نقدر نستخدمه. طبعا برومت ده انا مش هقولك ان انا جايبه من وحي خيالي انا، لكن ممكن تقدر تجيبه من منصة شات جي بي تي. ممكن تكتب لك اي برومت انت عاوزه علشان تقدر تنشئ الفيديو بجودة سينمائية، وبصراحة بتبقى حاجة محترمة. انا طبعا احاول ان انا اوصل لك الصوت، لكن انت تقدر تتابع الفيديو من الاول علشان تشوف الفيديوهات دي بالصوت والصورة وتشوف جودتها عاملة ازاي. بصراحة حاجة عظمة جدا 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 ان الذكاء الاصطناعي يوصل لمرحلة زي دي. فاهلا بيكم في المستقبل اللي احنا فيه عايشين فيه خلاص، في عالم الذكاء الاصطناعي، في المنافسات بين الشركات بين شركه جوجل وشات جي بي تي وكمان ميتا اي اي. وانا اعتقد بما ان شركه جوجل عملت حاجه زي كده، فانا ان شاء الله متوقع ان شات جي بي تي نعمل حاجه افضل من كده. لكن احنا ممكن نقول يعني مثلا الذكاء الاصطناعي في بدايته لسه. طيب دلوقتي هنا ده مشهد سينمائي. طبعا لو جينا نسمع الصوت والمؤثرات حاجة بتبقى عظمة جدا جدا جدا. يعني طبعا كل ده انت شايفه حقيقي، لكن كل ده بيتعمل بالذكاء الاصطناعي. العربية، شكل الشخص اللي قاعد في العربية ماسك الدركسيون، حتى كمان المساحات بتاع المرايات، الطريق، يعني حاجة بصراحة في قمة الروعة. كده انا شرحت لك ازاي تقدر تنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي من خلال منصة VEO3. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. متنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة ودمتم بخير. مع السلامة.